صباح الخير. قبل صباح الخير السلام عليكم. شو صبحتوا؟ Good morning مستر صلاح. How are you? Good morning. صلاح كيف حالك؟ ها؟ ها؟ منو؟ علي؟ ما حد؟ وين الحين علي؟ سبح. سري سبح؟ نزي. نزي. شو المشكلة؟ وعيت أنت ولا هو روحانش؟ روحانش؟ تراح بيونا أواد من العين. شوف بيونا من العين. بيون بيسلمون بيسيرون. زين؟ هي عشوت به. بيقيلون ما نبي حد يقيل. أخذت عيننا لو بيقيلون. هاي أبوي هالعين. مستعيلين دوهم عيلين. زين؟ شو تبي الحين أنت؟ تريك له بعد؟ هذا الله يحفظكم اللي توني نزلتكم صور صورتين الجيمات مذرور عليه شكر كاب واحد والكاب الثاني الجيمات وفي متوسط تنه طويسه عسل وبزبد يخبطون العسل والزبد ويقمسوه وياكلونه فهذا هو الجيمات ماء وطحين ومريس او ماء وطحين ومريس وشكر ما شيء غيره ما هناك الوان لا زعفران لا ب... لا ب... لا سمسم لا ب... لا ب... لا لا مخمر ولا شيء هذا الجيمات الاولي ويرفيع شوي اغلب عن المحله شيء بسيط وجو البون ويغذي القرص حمر وهذا حجمه هذا الحجم شوي كبر راحه اليد كبر راحه اليد هذا الجيمات اللي يطري الكباب الصغار يسميه هذا الجيمات لا هذا بوي كباب صغار مثل خمير خمير العادي والخمير الصغار يعني خمير المتعارف عليه والميني خمير والكباب الكبار وكباب صغار اللي هم ميني كباب الفوايل فوايل الأولية عند هل بالعرف هاي فوايلهم الفواله فوالتهم الأصلية هاي فوايل الأصلية يوم حب إيهم ضيف قالوا فوالتهم العرب هاي حارة فوايل شو سووا لكم فوالتهم فظل عنهم يوم فوالتهم باردة ما حد يباها فوال الباردة يطرون الفاك هو الشيء اللي يقل العناء فيه في خدمته يعني شيء زاهب يا أبوه بارد فلذلك العرب تنقد على الفوايل الباردة أهم ما يكون على راعية البيت فوالته تكون حارة كذا نوع والفالة تنحط الضحى العالي ولا العصر ولا وقت ما يضيف بين المغرب والعشاء تنحط الفوالة فالفالة تكون خمير ولا كباب ولا محلة ولا القيمات ولا فقاع ولا خنفروش ولا عصيد ولا فريد الفريد ترى من أنواع الفوايل من أنواع الفوالة الفريد من أنواع الفوالة ووايد هالاشياء شو رايك صلاح انت جود ها زين شكرا كان شوي وانا تهريسه ولا عصيده ولا قرص ولا قرص ولا خبز واحد ساعه رقاق وحطوا عليه شوي وانا مشاوى ويدهين تنطيبه ووايد الفوايل اللهم لك الحمد بالذات هذه فوالة هل الدار هل الدار هذه فوايلهم من استوت الدنيا حتى يوم الناس ما عندها شيء هاي خدمتهم يوم الناس لا تايد ولا تعلم تلقط عن الفوالة الحارة لا بد ولا عذر عن الفوالة الحارة لا بد ولا عذر وفوالة هل يبال عناص خوخ بقواطي يعني هذا الأول كله على حسب مقدورة صباح الخير كلامك صح صباح النور شو الصح عادة؟ كل كلامك صح كيف يعني؟ يعني أنت هتقول كلام وحش؟ مش معقول صباح الخير ايه يلا يا عم صباح الخير يا دواركا صباح النور جوافة أحب جوافة دواركا ثانك يو ايه أحس أن دواركا مش طيئاك ولا أنا
ليش ليش مش طايقه؟ Why you don't like him? Me? Hey. No sir. Why? والله. You love me? Yes sir. And me love very very much. Thank you sir. He's liar. He's liar. كذاب. No. الله. He's not liar. بس مش عارف صادق يعني بالانجليزي. صلاح شو تسأل علي انت تو؟ ما عاد لا تقول لي اشرب حليب. حليب. ليش يا علي؟ انا عندي سكر. الدكتوره قالت لي ما تشربش شاي وسكر كتير عشان بطني توجعني وامرض. عايز نمرض يعني؟ لا عندي حبيبي علي راح حق الدكتور. لا اول لا على اول انا لا. يا ربي. ما وين تمشي علي الحيله؟ ما تمشي علي الحيله. امانه اول نحن الحين قلنا حق علي أمونة. قول الرمسة هاي حق صلاح يقتنع وما يلس يشرب أي فيه شاي فيه سكر ولا حليب بسكر ولا أي شيء يعني فيه سكريات حلويات. قلنا أقول إن الدكتور قال لك تراك بتموت إن كل شيء تي. قال أبوي أنا سرت للدكتور وقال لي تي الدكتور أبوي ما يعرف. الدكتور ما يعرف. عندك هذا برد السكر يتعب امانه انت ما عندك قولي يتعبك انت هو ما عندك انا عندي سكر وانت عندك ملح صح الله العظيم من علي قهوه بليز ها هذا الوقت بليز بليز قهوه يلا قهوه يلا بليز يلا يلا كده بليز كده يلا ايه انت عين يا صلاح بسير وين بسير انا ما ادري هدي بي صح بتصير دبي ليش؟ دبي ميمونة بيوم بس عندكم مريم؟ بس عندكم مريم بترد؟ ايه زعل هواك ما بس العرس عرس قبل خدية؟ خدية ايه بيكون زحمة عندهم حبيبي وناس وايد تصير تتكود هناك يا حبيبي منو بيتعبل منك؟ أسد ها؟ أسد أسد هاتوا معانا ويقعد مع جنبي وأنا أقعد مع جنبي مش هسيبه يعني أنا بقى كده كده قاعد ما بعملش حاجة خلي جنبي ما أقدر بشوف انت شو مدنك انت منك تعال شي ها صلاح شو قلت الحين زين بتيل سوي علي هناك اسد اخلي السياره معه انت لا يقولك بيخلي اسد في السياره وانت بتقود لين الخيمه بيسلم على المعاريس وبيبارك لهم وبيرد وانا لما اخذ شوكولاته احطها في جيبه هو عشان ما حدش يفتش دن سمعت سمعت ايش يقول صلاح بعد حبيبي الدكتور لازم 3 شهور عقب العملية شهر خلاص شهر خلاص بعد شهرين عشان بقك يستوي يستوي الأول بقك وبعدين نبدأ نعمل عشان بقك لسه نايم عملية طلعوا ايه من بقك يما نقفل بقك سلامتك صلاح يما سوري قول سوري سوري يا مين سوري سوري يا ولبنان العين شو يقول لك انت في العين ولا في دبي لا طال عمرك باكر دبي انا اليوم في ابو ظبي وكاله المسعود صلاح هذا عارف وكاله المسعود هذا الحمر العود ليالنا الملك فاروق هذا اي لياب المبروكه ابوغه يقول لك يغايضك يقول لك انا باخذ مرسيدس مرسيدس ما في نيسان احسن رقم واحد لا انت يقول لك عندهم نيسان شرات مالي انا نسمو تتبع شرات سيارتي ولا مرسيدس ابيض يبى مرسيدس ابيض ابوي هذا ويبى فيها ليتات يرامجن ايه كل يوم يقول يا ريت شرات سياره عوشه يا طريمه اي الله يغفر لها ان شاء الله الله يرحمها ان شاء الله هذا يشتغل عند قوم مسعود مدير مال في اي بي هذا قوم مسعود ورا بيتنا منو هناك في البطين ايوه منو اللي ضارك اليوم تصير له انت هذا منو تصير عند الحرمه ورا بيتنا عارف هذا فلوس منو العيد تعطيك فلوس العيد شو اسمها اتذكر أفرا المسعود تعيدها هي هاي ام الخير ايه ما حد يبخك بالذات الا هي هذا ابوي يشتغل عندهم مدير هاي الفي اي بي شو رايك انت كذا اشكر فنك سمعت عبد الله المديح كم اكثره
محمد سمعت المدح مكثرة؟ هاي الله يحفظكم من الأشياء اللي جتنا البارحة وما صورتها. وياي حافظ عليك يا أبو دقة. يا سلام سلم. وهذا بعد يعني البارحة. ما أعرف اسم الشركة ولا اسم المدرج لكن أعطني الكرت داخل. هذا هو. هذا مكتوب عليه خاري خالد الخالدي. وهذا تحت داخل أبو محمد. وهذا ما أدري شو عاده. ها رقمهم. اللي يخدمون الشيء هذا رقمهم. أظني تطلب من عندهم يحطون لك المضارب ويسجلون عليه الأسامي. هذا هنا مكتوب الخالدي والطرف هذا مكتوب محمد. هذا أظني واحد دهن عود وواحد دهن ورد. دهن ورد ودهن عود. هذا كانت بنصوركم يا حين بعد. وافين شغلهم فنان وكلاس وراقي وقيم وحركة جميلة. مشكورين ابويا اللي طرشتوا هذا ويا اللي طرشتوا هذا. وهذا رقمهم. حلاوة الجنة بحلاوة معمولة ظني. هذا رقمهم. شكرا جزيلا. ما هذا حركة حلوة والله. هذا الله يحفظكم مشرفنا اليوم عبيد بن محمد الرميثي من العين يا ولده محمد بن عبيد بن محمد الرميثي. هذا محمد اللي يوم سير طوكيو قبل 3-4 شهور وكان من النوع المتابع. هو من الطلبة اللي يدرسون في اليابان من 10 سنين أو 9 سنين. فما وعينا بالله حضر هناك عندنا ويان مسافة طويلة قطعها ويول العين هاك اليوم وعزموني عزمني والده هناك عنده في البيت واستوى التصوير هاك اليوم سولفنا. واليوم يعني بعد مرة اليوم عاد يونيهم قالوا خالد نحن بنيك. هو محمد بن عبيد قال خالد نحن أنا وبوي بنيك باكر فترياكم ويوني. فحين من يو ونافخ لهم روس ما على تشوف على ما تشوف كل الجو هذربان ريج وخريط من يلسنا وهو يكذب عليه. يعني 99% من الرمسة كلها كذب. وأنا ياس أخبرهم وأقولهم إن كل الرمسة كلها كذب. أحيانا شوف على هالحالة أحيانا تب الله عليك أبو محمد أحيانا أنت ما تتوب ترى قايل لك هذا 99% من الرمسة. بس أنا كل شيء حاجة في أصلها ولكن ها انا عارف لهم وحابين ما بيكذبون ومتى ما بيكذبون. انت تعرف لي يعني مره عارف. ايوه مره عارف. شوف من يقول لك قصه كشف الكذب خد بالك ما تخبي. ايوه معك الموضوع سيده على طول خذ الكلام. والله مرحبا بك ابو محمد ابركه من ساعه اشوفك. متى شويه اللسكه الحين هناك او كان بيوريني شويه صور عندنا في مصر يا راجل. ممكن ارجع مكاني؟ لا تفضل. يوم أقول لكم كل شيء يستوي من داخل البيت. ريحان ومشموم ومحمدي هذا من البيت أبو محمد ما شاء الله. ونسوي له تشكيلة بدأ ما تشتري ورد من الشارع. بوردك في بيتك ما تحتاج أنك تشتري. ريحان ومشموم وطايفي شو خليه وقت الياسمين الطايفي بعد. الطايفي بعد هذا الطايفي الوردي 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 الروز الوردي هذا والطايفي ما شاء الله ما شاء الله. يا مرحبا بمحمد. يا مرحبا بمحمد. يا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. شو طوكيو؟ ممتازة جدا. ويتنا اخبار وايد حلوة عنك. شو هي؟ اخبار وايد اللي شافوك والناس اللي سولفت وياك وظهرت في الجرايد وظهرت في الصحافة خفيف خفيف. ما حب ياكل ما حبيت وحاك. ما يبل السمون. ما بنت خلاص انتهى الموضوع. محمد. محمد بن عبيد من محمد الرميثي. أنا توني قلت للعرب إنك تدرس من حول 10 لو 9 سنين. من 9 سنوات. كيف 9 سنين؟ كيف هالمدة كلها هذه؟ شو السبب؟ كيف خطفت؟ بدينا من اللغة إحنا ومن الجامعة. عقب الجامعة بدينا
ماجستير. اها. وهاي مده كامله. احنا بدينا من البدايه كانت اللغه شوي اللغه متعبه للواحد يتعلم ياباني؟ في البدايه هي متعبه. سبحان الله. درسنا سنتين ونص تقريبا. اه يعني سنتين ونص خطفت لغه. هي. شو نوع الدراسه اللي تدرسها في اليابان؟ من الالف للياء. لا ما علي، لكن تخصصك شو؟ التخصص كان ثقافه يابانيه، اداب وثقافه لغه يابانيه. سبحان الله. وحين استويت الحمد لله. ايوه يعني الله يبارك لك. أوه. يبارك لك في هالنسل الفنان. يبارك لك في هالنسل الفنان. الله يبارك فيك. لك قميضه يا ابوك ما شابهك الولد. اتحسب شرف يا عيوني. بسم الله عليك مكرم. قرب ابوي 76 وي عن هالنمونه. بسم الله يا ابوك شياب لين ياب. انت يا ابوك سفر وقمر والولد ما شاء الله. لا لا البشرات يا عيال. لا 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 ما يعني بس يخلص لي عليه. انا قاعد ومربى ايدي وقاعد سكت اهو. انا برضو تعرف عني انا بعمل الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه شفت عفريت ولا بالضبط؟ سؤالك سأل بلاك تروع بلاك سناب المشاهدين قاعد عندك عن قبل ليش السناب الجديد يعني في التحديث قصدك شوف بديد. حبيبي انا بخبرك اللي يقول لك قلوا عنده وما شوف اللي يدور شيء ما بيغلبه صح. انت ضعت عني حين ضليت نيتك يوم ابدله بيغلبني ما بيغلبني صح. ما بيغلبني بتخبر بسأل زيد عبيد يار صاحب خاطف طريق بتخبره بيخبرني بيوصف لي بيقول لي بيت من مكان فلاني لكن اللي ما يبه ومتعايز انت ما بذو أهمية حق شو أسيرة أشط عمري أنا ما حد قال إن ما يخلف عنوانه فلذلك اللي يبي يلجمك يدلثمك اللي يبي يوصلك ما عليك هاللي يقولون اللي يقولون لك والله نحن أبوي التحديث سوى متاهات وما عرفنا نوصل لفلان ولا علان ها كله رمستن تعالوا من دونها يقولون عنها ما بقينا نسوي لكم شيء بارد سوينا لكم كل حار بحار فالتنا لكم على الله يحفظك باجلة وفندال سبيشل عاد هالفندال وهذه على الله يحفظك خبيصة الدبس إيه وهذا شو ها بلالي طبوع اللاقة إيش اللي عن الخبز هذا إيش اللي عن الخبز وهذا طال عمرك خمير وهذا شو وهاي مضروبة من قير يعني بلالي طبوع اللاقة بلالي طبوع اللاقة هذا نحن نمتاز فيه نمتاز بلالي طبوع اللاقة بلالي عادي يا غير هدوبة بيض الشكل ما شاء الله هي. مغري شكل نحن بلالي نحط هذا فيه صنوبر وما صنوبر وما أدري شو وما أدري شو يحطون ثوم حيد بعد لا لا هي من اليابان نسى العادات والتقاليد بس للتصحيح ابوي عرسيه اتحراها مضروبه بيضه طلعت لا عرسيه من مطار ابو ظبي ولا مطار دبي هالمره لا بطير الله يحفظك بطير من مطار ابو ظبي انا شارط على عليهم في اليابان قلت لهم تبون اييكم حجزوا لي على طيران الاتحاد طيران الامارات وطيران الاتحاد بالشركتين ابوي عيلين في راس وكلها تمثل الدولة النقل الرسمي يا غير أنا حاب المرة هاي قلت لهم ودي هني ودي هناك يا غير الودي هاي عاده عن ثر رحلة أذربيجان وقلت لهم أبوي حشر مع الناس عيد وقريب على بيتنا من المطار لبيتنا أقل من حتى ربع ساعة استغربت الموضوع أنتوا تدرون أنه لو ما بهالرجال أنا ما وصل طوكيو كانت رحلتنا لوين نحن هي ثلاث أربعة أيام في يوكوهاما أيوة هاي بعيدة عن طوكيو شوي إنزين كيف أقنعتني وصلنا نحن طوكيو قلت ياسين توك مقبرة مقبرة مفتوحة يعني هاي وين هاي في البلاد يوكوهاما هي فماشي ما بستانسوا هي والله هو يابنا من يعني لين يوكوهاما وقالنا أبوي تعالوا طوكيو بتستانسوا لو يوم واحد لو يوم واحد وكانت يوم واحد هي والله كان في خاطري والله أشوف عدد كبير من اللي الطلبة لكم الله كتب هي كانوا يبون يبونكم يتصورون معاك بس مشكلة يوم واحد يرسل سبحان الله ما الله راك إن شاء الله أبوي الودي هاي بسير أبوي 10 أيام وبنزل أبوي على السناب رحلتي وين بتكون شو من المدن وكل يوم كل يومين بسكن في فندق والفندقين من الحين كل شيء محجوز ومحدد برنامج كامل الحين برويك يا بعد شوية والأماكن اللي بزورها كلها والفنادق
حتى الاماكن اللي بسكنها بحط عناوينها والفنادق ان شاء الله. الطلبه كلهم يبون يشوفون، وانا بعد ابوك بشوفهم. من كذي يا حياتي خلينا نبوز شويه. احب نبوز عشان طوكيو. عشان طوكيو حزين. حليله بيت ترى ما طاعوا. زين تكلموا على اوتيلات ولا مدن ولا قلت له حقي خاص ما علي انا ما بصور هناك. خبرني شو تقول توك؟ ابويا اللي قال. ما علي انت كرر اللي قاله. زين ما علي. ها ابو محمد مش فاضي اقول هناك يسوون او انا مش فاضي لك المساج حق الريور هذا. يقولوا لك شو فيك؟ كان فيك كسترول، فيك ما ادري شو، تاكل بسرعه. على فكره مره تطلع لك سبحان تقول دكتوره بس مريولك سبحان الله مره بالريول. بس انت وين عرفت تبلع عليك هاي الدكتور رايت المساج بالصدفه؟ ايه بالصدفه شيء بس قال ريلي يتعورني بسوي مساج. زين خلنا نروح هنا فوق. زين وطحنا على وحده ممتازه جدا. عيوز بتقول عيوز كان شيء 70 زين لا ب 70 شيء. زين والاخير ها يعني من الريول تعرف ما مسجته خبرت كل شيء اللي فيه كل شيء وطلع كل شيء اللي قاته صح سبحان الله. شرعت علي بالضبط. يوم اشوف حد ابدا ارى تاريخه القديم كله والمستقبل. هاي قطعة واحدة ما خلصها. اه وانا حطيت لي قد كده الطبق وخلص ولازم عشان خاطر الخالدي. علي ما تبقى فندال؟ ايه؟ فندال. هاخذ نازل مصر. مصر ما فيها. لا اللون ده ما فيش. ممكن الله يحفظكم جايين داعي افراح المناصير. الحين تو جاي برسم الخدمة، اظهرت من خاري. اقول لك الاول اسمه عباس هو. اي نعم. وعقب لا هو لا هم مبونه اسمه عباس؟ لا ملقب عباس. يسمونه عباس الاول. لا ولا عباس هذا اللي اول عباس بن فرناس. هي حيد الاول. اي زين وحين منو بيعرس بناته؟ بنته بنت باقي من بناته. اي هي هي. اللي بياخذها ولد حياه ناصر بن قران. قران. ايه والنعم. والنعم. حياه ناصر بن سلطان بن قران. والله والنعم الله ينعم عليك. والله بخت عيني لو اني انا موجود لكن ان شاء الله ما علينا ان شاء الله الايام جايه ابوي وركبيت ان شاء الله وبتها يعلى الله يحب ويبارك لكم ان شاء الله يطرح البركه ان شاء الله في عيالكم. رد السلام. الناس تدعي لك كل العالم حبوب انت. جزاك الله خير. عيد عندي قريب. الله يرحم والديك من طيبكم واحسانكم. الله يحببكم بربك ان شاء الله. جزاكم الله خير مشكورين. شكرا شكرا شكرا. يخرب الاعراس كيف الوادم الحين توصلها الكروت والناس ما تدري ان هذا عرس فلان ولا علان. تدري وين جاي هنا؟ جاي من بيت راشد بالويضه، جاي من بيت شيخ سلطان. ما شاء الله ما شاء الله يعلى الله يطول بعمره. وبيت حياه حمدان بن محمد ما شاء الله بنت الاب. نعم كله جزاك. لكن الحين يوم الكروت يقول والله نحن ما يانا الكرت. هو وصل الكرت يا غير الخدامه شو تسوي؟ تشله وتعقه. صح كلامك دل. لو يوصل دل هنا الناس ليش نحن وزعنا تبنا؟ عشان ما ينسون الكروت. هي نعم. والحين وهذا السوشيال ميديا اللي هو سناب شات وايد ضروري يعرف العرب العراس وين موجوده والاحتفالات كان فرح ولا حزن اللي هو لمناسبه كان زين. ما شاء الله مكسار. هي والله العالم شفتي بالله عليك؟ مكسار ما ادري حد ايام أكثر البسيات مزروعيات مناصير سبحان فاطمة. فاطمة بنت علي صارت تصب عرس مكسار المناصير. أنتم مسوي مكسار كنتوا؟ إيه؟ الله مكسار. حتى ما ياكم انتب ياتكم الطيور بلاي من أجيب. والله ما تبقى حد بس هي ربعات العرس طاهر طاهر وراحت العرس طاهر كندي. إيه؟ يوم الساعة 12 أنها الحريجين قال لها فاتت عمرك ما رحت انت المناصير. يا المناصير عاده يدورون السبب هنا بكره معوضه السعوديات ان شاء الله. الله ييسر اموركم لكم فداء ان شاء الله غناتي على الله يحافظك فداء الله. الله يحفظكم. تتشرف عائله المرحوم ناصر سلطان بن قران المنصوري بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجلة علي على كريمة المرحوم ناصر هزاع آل سالمين المنصوري وراشد على كريمة السيد محمد سلطان قران المنصوري للرجال شوها يوم الثلاثاء الموافق 20 نادي الضباط. عاد قميض أنا بكون محد أنا تاريخ 19 في الليل مسافر
تعب دارت معدو العدر والسموح من جنابكم ويايت بنت الشيب على العين فوق الرأس لكم الله كاتب لي نصيب مني حبر وإن شاء الله الله يطرح البركة إن شاء الله في ذريتهم ويألف ما بينهم على ما يحب ويرضى. أبو محمد تتعرفه حين أنا أصب بن قران هل يونا حين أنا داعيها؟ نعم نعم. وين تعرفه؟ الله يغفر له. أيوة كان مقدم كان رجال من خيرة الناس صراحة. الله يغفر له. أفضل الرجال اللي شفناهم يعني. سبحان الله. نفسه طيب ومتواضع صراحة. جزاك الله خير. الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له الله يغفر له. جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير. أنت تشوف ولده ولده هذا محمد ولد عبيد هذا. تشوفه طبيعي تشوفه طبيعي. والعقلانية وال. عند اللبو. والكرم وكلها. عندي. ده في لسعة كبيرة ما شاء الله. ملسو. أودك شوي فيك لسعة. تام في ذاكرك شو سبب إن موجود ناصر بن قراني على هالجنة في ذاكرك موجود شو كانت وظيفته في الحرس أي حرس؟ في الحرس الأميري كان. هي. قيادة. دائما كان يوم يطلبون مرافق حق حياة الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه. دائما اشوفه يكون هو موجود. سبحانك يا رب. كثير يعني. سبحانك يا رب. مثل ما قلت بعد الرجال نفسه يعني طيبه زكيه. الله يغفر له. شوف سبحان الله اليوم الكرت هذا مال عرس سميانة كم حين العرب اللي ترحم عليه على الجنة. الله يرحمه ان شاء الله. انك صدف انت حين ولا تخطر على البال. هو شافني عادي. لا ما يدري. تعال. تعال شوف الرجال اللي عندي منو شوف الصدفة لا 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 شوف الصدفة هذا انت لو عاطني مليون ما يمعتك ويا هالرجال والله هذا من ضمن الجروب اللي كنا في طوكيو السلام عليكم هذا هذا ابو محمد عبيد بن محمد رميثي هذا الملك فاروق هذا الملك فاروق محمد بن عبده محمد عبد الله ولا عبد الله محمد انسى محمد انسى ها براض عاد على عمرك من هاب مال في اي بي مال وكالة النيسان لا يا ابوها السيارة كم من يوم فيزات ابوي هب يبي لي شيء بلاش لا لا بلاش هاب ما يظهر منهم سووا لي تخفيض ولا كان تميزوا بالخدمة ايه سووا لي شو يا باو الارقام لين البيت ووصلوا سياره لين البيت وسووا لي تخفيض بهانس يعني قل من ذل تعالي زيقت الحرمه تعالي يا سي السلام عليكم يو نو هير هاو ار يو تعرف هاي الحرمه من هي هاي مش من حنايا من حنايا لا اسمها هاي دواركه دواركه عيوزك شو تسمي؟ والله الوالدة تقول ملك فاروق. إنزين في دمك ما يشابه ويه الملك فاروق ويه ويك الملك فاروق لكن جيبه جيب علي المصري. نعم موجود لا نحن نقول ويه مثل ويه الملك فاروق. طبعاً. إنزين وجيبه مثل جيب علي المصري. ليك أنا وياك. لا مفلس. وقت صفتين. إيه. يلا على الملك فاروق. السبب اللي بيخليك تتأخر لين عقب ما سافر أنا بيومين حجوزات كلها فل ليش عشان الساكورا المشكلة الناس اللي يجون الإمارات هذول ترانزيت يجون من أوروبا واللي يجي من هناك كلهم يجون دبي ترانزيت ويروحون واليابان السنة كان أبوظبي دبي كله يعني على كل الطيارات ويصيرون الأوروبيين يوم يجون ترانزيت دبي وأبوظبي هي ومن هني على اساس يحضرون الساكورا لان اليابان موسمها اصلا ما شيء موسم الا في الاسبوعين هذه ايوه هي. سبحان الله فعلى هالاساس الوقت اللي انا بسير الطيران كله فل ما شاء الله عليك من كم شهر هي من كم من شهر مسوي لي الترتيب اللي يبغى يحجز ما شاء الله اللي يروح من يسير لين تايلاند يسير من اي دوله ثانيه لين سنغافوره من سنغافوره يروح اليابان ولا ما يلقط كله لا على ثلاث درجات سبحان الله وايد سهل علينا ابو محمد يمكننا باليابان هي هي وايد سهل عليك بالذات اليابان ما عندك حد والله يا ولدك تيمل يماله مالها اول من تالي سوى فينا خير ودانا طوكيو ولا ابوي هذا اللي تشوفه الملك فاروق وين بدش اسمه البلاد يوكوهاما يوكوهاما يا ربي قبر مفتوح مثمنه
هي ما فيها شيء. اليابان هو المصنع هناك ابو محمد. شو عين ابوه مكان بعيد وين بليس مضيع عياله. الله ابو محمد في حق بزنس وفي حق سياره. دوك دوك حامل دوك. هو البزنس حامل دوك. شوف الوريم مكثرة. لا اله الا الله. دوك شوفوا. محمد عنده حل للموضوع بتاعك بس مش على الملأ. اليابانية يا رجال انفيتيشن موجود فيه انفيتيشن يوم الانفيتيشن اليوم عندك يغني عن شيء وايد ان الفيزا اليابانية تعتبر من اصعب الفيزا اطول على مستوى العالم مش سهلة مش سهلة. عاش الملك فاروق عاش الملك فاروق. الحين هاي مال مال مديرة ما ادري شو هناك في الوكالة مليون واسطة ويلا يلا وافقوا على الفيزا طوكيو. ما بالك يعني ما شاء الله لا كل كل يعطون الفيز حسب شيء انت هم يرغبون بوجود السائح الاماراتي. يبون السائح الاماراتي اللي بيفيد البلد. هذا الحين صار هناك بيقول عاوز اقعد عندهم عاوز اشتغل. ايش يقول محمد ما شاء الله وايد ما سمعك يقول لك ما شاء الله مشهور. هي تليفونات يعني طب اقول له يعني واحد يقول لك الملك فاروق قاعد معانا مشهور. اي والله وعادل امام اي لا اكبر كان الملك فاروق اه صح عادل امام هو الملك فاروق ما زين لها الحس اللي فيه بسبيعاتك اسبوعك كبار كان صبح المتن اخذ زم الهواء حطه في جيبي لا يا ابو اسبوعك كم واكل وكم مكبره. وهذا ابوي ضيفنا ابوي لابس كيبوت نفس ابوي النعول اللي انا احبهن. انا تدري ابو محمد ابو محمد بشوتي والكيبوت هاي اهم نعول البسن انا مريحه ها كانك تمشي ابدا كانك طاير جدا مريحه النعال. هي والله انا هاللبستين اللي البسن هي هذا حين اللبسه هذه والبشوتي ولبسه مصنعها وين موجود في العين ما لا تطريح هنا مصنع شيء من 200 درهم شيء لين لين 5000 درهم لين 10000 درهم حتى بالطلب بالتفصيل معا. نفس الجودة ونفس الطريقة لكن عاد ما بالحينة خلاف على الفاقة قاعد مسوي زيارة للمصنع بكبرة جايبين أخصائيين من إيطاليا كان يترياكم ابوي من الصبح لين 10:30 لين 10:30 والسبب ابوي ترى الريال هذا هو حين اللي تشوفوني جاي من طوكيو هذا ابوي ركب السياره وساق يوم وصلت وين قبل ناهل بشوي قرب ناهل بندت سياره شبلاها طلع ابوي الريال ما تشيك سيارته بترول صاير ابوي على اليابان وتكنولوجيا اليابان والطاقه الشمسيه لا بترول ولا همك الله ولا هم يحزنون يعطيكم العافيه مرحبا 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 بكم مرحبا من سرتوا لينيتوا هذا بيجلس ابوي الملك فاروق بيجلس مسوي لي خدمه سبيشل جايبين لي الارقام لين البيت هاي الله يحفظكم الخدمات المسعوده روح ابوي جايبين الرقم لين البيت وجايبين ابوي هذا الاخصائي ها شوف ظهره ما شاء الله عليه ثلاثة اذرع ودي راس مغلظه بين الشعره وشعره شعره ودرت الرقم لسه تفكر في راسه انا يا رب حتى الروس ابوي ما ده البيت تم هاي مقيل مشتي ابوي عند العرب كلها ابوي حتى الروس بعطيك عنوان وير دو يو ليف وير دو يو ليف وير يو ستي
Where you stay? Where your house? House in Airport Road. أبوي ترى في Airport Road أبوي بيته هذا الرجال. أخبر حتى الروس لما يدل بيتكم. قرب الله حتى الروس ودر الناس ودر متولي العرب كلها ودر هالرجال بكل شعره شعره ها أبوي من ضمن أبوي خدمات المسؤول مشكورين كل شكلكم والتقدير مشكورين مشكورين يا محمد مشكورين على هالخدمة المميزة بارك الله فيكم مشكورين مشكورين عند مدل عند مدل يعني. خاديته يلا عاد عجزتني هاي يقول لك متحول كلب وسرق الصبح نمدحك قول ما حد شراتك ايوه بارك الله فيك ثانك يو يا سلام محمد اهم شيء الحين يغسل لك السياره ويحافظ لك على الخاص اللون الاسود دائما خليه خلقه بروحه حق السياره ما يخلطها بالخراجيل اللي بحق السياره اللي من غير خاص اللون الاسود يجيب الهزجام ايوه إيه؟ يعني تكون خاصه بروحها بالسياره هذه اي حافظ يحافظ 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 يا سلام عند الله علينا الى الماده الاخرى زميلي حق النظاره حق النظاره زين الحين العرب يبون يعرفونك انت منو انا الدكتور عبد الاله حميد محمد التكريتي والنعم من اصول عراقيه او ما اصول عراقي من مدينه التكريت والنعم وظيفتك وظيفتي سابقا وحاليا وحالي سابقا تدرجت في الوظيفة الى ان اصبحت وزير زراعة ما شاء الله ما شاء الله وحالي اول وزير زراعة في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيسها الى اليوم ما شاء الله وحاليا انت في جنال حاليا المستشار الفني الاول في شركة جنال للاستثمار في ابو ظبي كفو 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 الجماعه كلهم يتشرفون فيه شوفوا شلون محتفين به مو تدورون على كفاءات وخبرات تعالوا ندليكم على الخبرات اللي لو تفترون العراق كله هسه ما تلقون هيك كفاءات وزير الزراعه الاسبق الدكتور عبد الله حميد محمد في النظام السابق وهو بالمناسبه ما مطلوب ضمن القوائم انسجن وحققوا وياه وطلعوه ليش بفتره وفتره تطلعون تقولون خلي ترجع الكفاءات ونطالب بعودتهم والعراق زاخر بالطاقات والإمكانيات والعلماء روحوا دلون مكاناتهم كلهم روحوا عليهم وقولون تعالوا هذا بلدكم هاي وزاراتكم تعالوا خدموا وشنو تريدون احنا حاضرين مو احسن من هذا الفشل مو احسن من هذا الخزي في الوزارات والمؤسسات والتراجع والتخلف 14 سنة ما عرفتوا شلون تدرون دولة وزير زراعة يشتغل مستشار في شركات بالخليج ليش ما يجي يشتغل عندنا ويخدم العراق واكيد هو يعني يفرح كيف ليش ما يقدم خبراته ومعلوماته للعراق العراق مو اولبي الزراعة العراقية الان المتخلفة الان مو اولبي بهاي الخبرة مو اولى بهاي العقلية هذا وغيره من مئات تخدم بالخارج ومستفادة منهم الدول وانتو حاطين كل ثلاث وزارات وكالة بيد وزير مختصاص هسه لو اختصاص ما يخالف نقول لكن كلها يعني شمالها كلها ملفات وشبارسات عليهم وفاشلين بس صدقوني اذا نبقى بهاي العقلية امرنا ما راح نتقدم خطوة واحدة الله يحفظكم عرس الخوري وبالربع هذا اليوم في نادي الضباط يتشرف محمد عبد الخالق عبد الله الخوري بدعوتكم لحضور حفل زفاف نادي السعيد هذا اللي ياني عند باب من كم من يوم اللي قلت له انا ويا ابوكم يوم صف الاول لين صف الرابع عقب ودرت ابوك صف الرابع يا اسبي 3 سنين ونحن صرنا ابوي الخامس والسادس او الاعدادي زين دعوتكم لحضور حفل زفاف نجله سعيد على كريمه احمد سالمين بالرباع للرجال بعد صلاه العصر يوم الاربعاء اللي هو اليوم
في نادي ضباط الغوات المسلحة. هذا اليوم على السميع، الله يحفظكم، وإن شاء الله إن بنحضر إذا الله جعلنا من الحي. مساكم الله بالخير والنور والسرور. هذا اليوم سايرين نحن عرس الخورية، هو ولد محمد بن عبد الخالق الله يسلمه، ومرة عمرتين الحمر، الحمر الملكي من داخل، أسود من خارج وحمر من داخل. وأول مرة أستعمل الموتر الجديد كان في شو مناسبة صادف عرس ولد محمد بن عبد الخالق. انزين، وعاد الموتر رقم واحد بس. ها هاي انا مش قادر اتكلم. ليه؟ انت عارف. ها بعدين نتكلم عن الموضوع. مش عارف له. المره الجايه بعد ما نخلص الفرح ده هعرفكم المفاجاه، ان انا ليه مش مصدوم ومش قادر اتكلم. انتظرونا، ما تروحوش اي حته تانية. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابوي عرسكم ولد محمد، عرس ولد محمد بن عبد الخالق. كسروا الروتين، كسروا المعتاد المتعارف عليه، الحفل يكون حفل الاستقبال فوق، لكن المره هاي بخلينا ابوي على الهواء الطلق في الحديقه، على الهواء الطلق في الحديقه ناتق. هل ان حد سوا قبلهم؟ الله اعلم. لكن انا ما كنت حضرت عرس في نادي الضباط في الحديقه، في الحديقه ما كنت حضرت. فهذا هذا شو هالمدخل كامل يظهرك بين الباركنات اللي خاري، فأتي تدخل أبوي في البهو، هذا هو هذا على ما تشوف يظهرك أبوي وين العرس، يظهرك عاد من بهو الفندق اللي الداخلي، هذا كل زل كل زل كل زل مطيب. ها هذا على ما تشوفون، ها هذا عاد يظهرك على مكان الغي والاحتفال، هذا المكان الغي والاحتفال. ها ما تشوفون شيء جميل وترتيب غرب الله. تعدوك يا محمد عبد الخالق، والله يا ابوك ان غرب الله عدوه باهس باهس باهس. بخاس تنفيه ما في حد. هذا المدخل العرب السير. ها سلم على المعرس هناك. ترتيب طايش قاعد ترتيب والله تعدوا كيف تباركتوا 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 تباركتوا. مبروك على مبروك. الله يسلمك يسلمك عبد الله. الله يحفظه يبارك فيه. بن كردوس هذا مديرنا قبل في الأدية، جزاه الله خير ما قصر. الله يرحم والديك يخليك إن شاء الله. الله يسلمك ابو سعيد ابو المعرس محمد بن عبد الخالق، شو تبي تقول؟ نعم طال عمرك، نحن بمناسبه افراح الخوري ولدنا سعيد محمد عبد الخالق خوري، اليوم الفرحه مشاركينا جميع القبائل ومسوين افراح عام زايطه عمره الحمد لله، وبدعم يعني صراحه من النادي بالاخص الفريق محمد الهلال الكعبي. الله يحفظك. امر واصدر تعليماته وتوجيهاته انه يدعمون قبيله الخوري بمناسبه عام زايد مهرجان عام زايد طال عمرك وزواج ولدنا سعيد محمد عبد الخالق ان شاء الله في عياله ومشاركه جميع القبائل طال عمرك معانا يا طال عمرك. الحمد لله. بيض الله ويقطع بيض الله ويقطع. Thank you.
كدر من كردوس كزرنا بطر وياه في الهدية مدير خير لا تتفتن على موظف ولا تتقال له كم الخبر ولا قال عينك هاي أحسن من هاي هنا سلس في معاملة الكريم أي ودي حتى لو بتأخر ولا بيسوي شوية تأخير فتنت خفيفة خفيف خفيف ما بنحلف من الفتنات اللي منها وندار ولا منها لفت نظر الشيخ محمد بن خالد بريحة الطيبين هلا 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 ابو محمد حالك كيف انت بشوفك اكيد بغدي بخير يعني تسلم الله يحفظك حبيبي يا الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك مرحبا 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 ابويا اشكرك
المشكله شو؟ مشكله الدار شو؟ انت اليوم خلص نحن باخر عطي وين الاسبوع؟ نحن مشكله هذا نحن اليوم تخلص صح؟ نحن لا باكر عطي سيدي واصل مشكله هذا عندنا مصيبه السلام عليكم وصلت مساك الله بالخير والنور السرور عبد الرحمن عبد الرحمن سلم صورة خالي نياني وانت المشكله قال لك لا تروح لجدان ما يستوي جدان الحين انت الدفره تصير تبغى يصير جدان رد على ابوي ما يستوي بارك الله فيك ما يستوي يعلى الله يحفظك كلهم فيهم خير والبركه يعني تسلم لا اله الا الله بكر دوس بعد قلبك خضر انت تارك لين اليوم قلبك خضر ما فيك حيله هذا الباهى سعود محمد بن عبد الخالق سوى فكره ما حد شو سواها او من النوادر حد يسويها قرب الله تعدوك يا محمد بن عبد الخالق ما شاء الله عليك سوى ترتيب مكان شرح لا والله ليت كل عرسي لكنه يساعد اظني الجو لكن الايام اللي اختفت هالشهرين ثلاثه الجو وايد كان جميل دول الاعراس كلها استوت هني بعيد اخير عن الصاله المقلقه بعيد اخير بملك 600 ودي مكان شرح تشوف العرب تشوفك من فاهة سبحانك يا رب شارك الله يطول عمرك خاطري اصور وياك يا سلام سلم فيك مبلغ صوره الله يطول عمرك يعرف عمرك الله يخليك نعم احمد الله يسلمكم All the problem from you. All the problem. Everybody is taking one line. Only you. Correct. لا لا كل من كنت عرفت هذا الفيديو مهرجان عام زايد وصدف عرس سعيد بن حمد عبد الخالق هاي روح نعمه وهذا فرحة القبيلة طال عمرك فرحة كل القبائل داخل معانا طال عمرك تستاهلون من يجيكم وهذا بوصول سمو الشيخ نيام الزايد والله مليون مرحبا بشاركنا وبشارك فرحة كل هالعرب كل هالعرب جاي تنكم نعم يا طلع مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا ابو سيف، مرحبا الشيخ، مرحبا مرحبا، وين ما اشوفه موجود، مرحبا مرحبا بالمعرس، مرحبا بالمعرس، حيبه افرح بارك 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 على ان شاء الله مع عيالك، لو مقدمه لكن ما عليه. متى العرس حينه؟ 2/5 ان شاء الله. ان شاء الله نفس المكان، ان شاء الله في نفس هالمكان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المدح المدح ثوبه ملبوسه بجوهر يصور يا الله. هذا اللي يميز أعراس أبو ظبي ومناسباتها، هذا هو اللي يميزها، تلقط جميع القبائل تحضر أعراس بعض، ما في شيء يميز قبيلة عن قبيلة أو تقول هذا ما بيحضر أعراس الجماعة هذه ولا ما هذا. شوف حين هذا خورية هو خنجية، هو جميع قبائل دولة الإمارات كاملة، كل قبائل الدولة حاضرة العرس، من رميثات وقبيسات ومناصير ومزاريع والبومهير وسودان وظواهر وبني شعب، كل القبائل تحضر العرس. فلذلك تلقى تجمع هذا ما شاء الله. توصل مقالي كبير ومقام، نهيانا بن زايد بأحلى وسامات، يا فهم العز أحلى وسامة، نهيانا مثل نجم بكبد السماوات، كل ما ظهر بالوقت في ظلام، سليب راي ولا مشى بالمتاهات، حرم على الطولات يشد حساب، من طيب راسه رقر وسطو إلى جذر على فضل معالي وسام، الله عسى توفي ولا الزايد حروفي ولا بيان، آمين. بعض احترام اللي عظيم احترام، وصلاة ربي مع سكة تحيات بعد ما غرب طير طال عمرك يا شيخ، طال عمرك. Yeah, I'm not.
هذا انت الله يحفظك ايش حالك كيف انت الحين ما عرفتك انت مو عليك ام محمد ترى تابعك عملت سوينا نسوي صام مع الخالدي الله يحفظك يا رب شغال انت خس عيد خس هيل بن غانم سلطان بن غانم والله والنعم خلفال قمزي اي نعم عيد خلفال يا سلام نعم راعي شو اسمه الخلايا الميته الله يحفظك الله يحفظك شكرا يعطيك العافية أبو سيف. تعال تعال صور ويانا. أبو سيف لا خلينا من حين هالرجال. نعم. يقول فاز فايف ناموس الكبة يوزونه. كل هالعربة بتحضر عرسه. هل أنا أروح ناق منه؟ أنا ما بحضر. خلني أقول لك. تفضل. حضور عليك أنت. أنا؟ نعم. فار يوم. وأنت تدعى العرب للعرس. فار طيب. هذا زميلك. ما يهمك أبو سيف. ما طحت إلا واجه. على هل على هل الناس. يعلك تسلم يا شيخ. الله يحفظك. الله يبارك. هالدعم قوي أنت جاي. دعم قوي من أكبر. هذا الغلاب حال على ياسمينة؟ هذا يوم يقول له غلاب حال على ياسمينة. تحافظين هم الأول؟ الله يدوم الأمان. أحبب مقوالي أنا. نعم الحمد لله وحمد محبوب جزاك الله خير مشكور طال عمرك ابو سيف طال عمرك الله ما قصرت جزاك الله خير مشكور طال عمرك يعني تيك العافيه جزاك الله خير يا ابو سيف ما قصرت لا بكون احنا ضبط مناطق ما قصرت الله يسلمك كيف انت الله يحفظك. مشكور ما نوقف هنا. ناصر لهم كنت بعد جيد. تم أبي عزل لك زين والله مليون مرحبا أبو محمد. والله مليون مرحبا ولا يسدن. لا خلا ولا عدا من هالوي. قلنا لين يعني. بحر يوزة أبدا. بحر يوزة. نعم. أنا بحر مرحبا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. خربنا عليه؟ لا أنا بالعاني بصورك. بارك الله فيك
بهم بعيال عيالهم إن شاء الله. آمين 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 آمين. مرحبا بحامد، مرحبا بحامد، مرحبا مرحبا مرحبا. ياسف سالك لا إله إلا الله يا ولد الحلابة يسوون علي يسمون هالمصورين ها شوف على ما تشوفون الحضور من جميع أعراق وطوائف دولة الإمارات كلها ماشي عندها ماشي عندنا عنصرية حد أبوية من شرق ولا من غرب ولا حد أصله الفلاني ولا في عرج فلاني ولا خوالة فلانيين ماشي كلها أبوية الحاضرين وكلهم أهلية نسب وبني عم ومخول وصدقان وأصحاب وأهلية كلها ما تشوفونها ما في أبوية تفرقة كل حد يحلف براس الثاني الواحد منهم يحلف براس الثاني مرحبا من الرجال ضحي ضحي بن ابراهيم والله من اليوم مرحبا لا خلا ولا عدم من هالصنعة اديت جمدك انا ايش حالك ايش حال الاهل ايش حال ام محمد سلم عليه ام محمد هذا ابوي ولد الرجال فنان الله الله فيه حليت مشكلة عودة يزعك وين مدبر أبا تليفونك تعال حاضر حين حين عيوني يعلى الله يحفظك يا شيخ لا خليت منك يعلى الله يحفظك محمد لبي أقولك مستلقى أنا تليفونك تحت لا حين أنا ختلت وغافلتك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن أبوي حبيبي
حبيبي الشيخ عبد الله ما يستوي في مكان غلط ابو مسكر من هذا المخرج. تعال هنا تعال جداي تعال جداي يعطيك العافية أبو سعيد جزاك الله خير ما قصرت. تواصل لا استوى شراته بالدنيا العودة كلها. هذا أبوي نحن معازيمنا وشيوخنا هم ويا أفراد الشعب يصبحون ليل بنهار في الأفراح والأحزان والسير واليي والكشف والعلم والخبر في كل مناسبه وعلى كل محفل وعلى كل مايو كل منهم والجميع حضر الكبار والصغار ما يتم حد منهم من ييهم الداعي لبوا الداعي مرة ما يقولون نحن هذا فلان ولا علان زيد ولا عبيد كل هل يوصلون الناس كلها على ما تشوفون الحين أسبوع هذا أربعة رأس كل قبيلة غير عن الثاني وكل اللي تشوفونهم حضروا في الأعراس الأربعة كلهم حضروا اليوم ما شيء قبلية عندنا ما شيء هذا يقول أنا أصله هذا أصله فلان وأصله علان وهذا ينتمي إلى يعمل يدوده من شرق ولا من غرب ما شيء كلها واحد خوصا بخوص رقعة السم خصف خوصا بخوص رقعة السم خصف فلذلك تلقط اللهم لك الحمد يعني بشرات شفت الدعن يوم ينزفن واللي يزفنه عرب فيهم خير ناس زفينا الأوليين هذا شعب الإمارات شرات الدعن المزفون متساوي ضربة ما شيء زورة تزيد عن الثانية ولا شيء خوصة فيها زود عن الثاني ميلود بحبال كمبار والبيت متوحد يعني الله يحفظ شيوخنا الصغار والكبار يحفظ إن شاء الله كل من وطى تجد من هالدار يا تعال خالد تعال ياي تعال تبى تصور ولا لا تعال ياي تعال ياي صبر شو اسمك لا الكامل اسمعني أذكر خالد والله والنعم ما شاء الله تصبر شكل خوري أصلي يعني ما بين خوري هاي من ماني منك لا خوري أصلي خشم طويل عيون كبار حيات غلاف هذا الخوري الأصلي حدري أيوة والله منعم شلونك عبد الله كل شيء زين أي صف عبد الله 15 ما شاء الله عليك الله يوفقك إن شاء الله هذا أبو محمد بديع صديق السلام عليكم محمد كيف حالك كيف أنت السلام عليكم السلام عليك شيخ كيف حالك كيف أنت شاك أبو محمد الله يسلمك يحفظك فعل إن شاء الله لمحمد وإخوانه عقبال ما تغديت لا يد عاد من جدل لبو نحن بعد ما يخصنا من جدل مخور يا سلام يا سلام صورت فيديو بعد مرحبا جيب يا سلام سلام شو الفالحين خل عنك انت ايام الشباب اول حلاق سوري يدخل ابو ظبي هذا الرجال تشوفونه اي والله اول حلاق وحيد اسمكم موفى رجال خلفت خاف لا والله ما خلفت لا والله يا رب تحيد لوقف الخالديه والله انه احلى فرصه اني شفتك اليوم سبحانك يا رب حبيبي يا خالد وجهك ما تغير لكن هاي يسمون هالشيء الابيض اللي استوى المنفوش لحيه الشيب سبحانك يا رب يا ربي اسمي لو تسوي زي معداد حلاق اي والله قاعدين فاضيين عم نكشلوا هون شكيت ما شاء الله عليك يا موفى
اسمك شو؟ بارك الله فيك. ها؟ شو اسمك؟ فهمي. ها؟ فهمي فهمي وياك. فهمي؟ ايه. صدق ولا؟ ايه. صدق ولا تمزح؟ لا صدق. ضحك بس عليك انا. والله صدق صدق قول والله. فهمي. فهمي النفهم. بس كل الناس كل العالم يعرف فهمي. أنا والله ما أدري. لا والله. والله قسم بالله. زين الحين شو رأيك بسلم من مستر حمد؟ ها؟ أسلم مستر حمد. قول له مستر حمد منو؟ مستر حمد منو؟ مستر حمد منو فهمي؟ الحين أنا ما عرفت فهمي بعرف مستر حمد؟ لا طبعاً. بارك الله فيك. الله يحفظك. يا رجال. مستر حمد؟ لا مو مسلم فهمي. أنت فهمي ولا مستر حمد؟ فهمي. الله يحفظك. يا رجال. سلم الله يسلمك. يا رجال. جزاك الله خير. الله يحفظك. تمثل له شو؟ اه لا ها بس شيء عادي يعني. والله اول مره اشوفك انا. اه لا بس عادي امشي ما شاء الله. يا الله يبارك فيك. كم شخص حلقت تقدر تحصاهم؟ شو اللي حلقت لهم في ابو ظبي؟ كم شخص ينحصون؟ يعني شعب كامل ولا ما بينحصوا؟ ولكن انت بتعرف يعني كانوا هن كلياتهم 300 400 وهذول هن اللي كنت اهل لهم وهلا بسم الله ما شاء الله يزيدوا فارغ. سبحانك يا رب. طلعوا عن المليون. اي والله سبحانك يا رب. والله ما توقعت اني بشوفك. الحمد لله انك بخير وسهالي يعني. سبحانك انا اتابعك واقول هذا اتبعك العافيه. الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله. ما شاء الله ورحله تايلاند انت واخوك اخر مره ما شاء الله من الاول لاخر. الله يسلمك يا حبيبي. حبيبي يا خالد. هذا ما كان اللورد ولا غلطان؟ اللورد لو شبيه. لا والله اللورد كلت حيب؟ لا لازم سير تاكل حيب. انت ما تقول تتابعني؟ تاكلني ولازم تاكل حيب. هني في والدتهم ابوي جسمون حيب. سير ابوي تلاحق عمرك اخير عن مليون فاق. شو اسمك انت؟ صايف. والله والنعم. من هل وين؟ ابو ظبي. لا وين يعني اي بريد؟ ما شاء الله. زين زين ما شاء الله. ابوي كلهم كمبنيه كبار. واكبر كمبني هذا ابوي اللي في النصيفه. اي ها سعيد بن عبد الجليل. هذا هذا يا ابوك البنك المركزي متجول بارك الله فيه. يعلى الله يحفظه. ما شاء الله. نعم. ليضربوا بهم لوصوف قوم الصلف. وقوم الصلف هذا ابوي ولدهم. هذا ابوي ولد قوم الصلف. يعلى الله يحفظك. نعم صالف نعيم. يا الله يا الله يحفظك بارد فيك. سلمك ان شاء الله. رد السلام بوي على الصلوف كلهم. الله يسلمك. ينضربكم لوصوف في الزين والطيب والكرم واليود في كل شيء. رد السلام عليهم كلهم ابوي الصلوف. الله لا يخلينا لا منك ولا منهم. الله يسلمك. تحياتي هندسة حصة الخالدي في أمريكا في يوستن. ريال هذا أبوي يسلم عليك. نعم يا أبو مرة سلام خاص لك يا حطي يا حصة. ما الله يسلمك. الله الله يردك بالسلام لنا إن شاء الله. ونعم أبو محمد بعد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا الريال أبوي صديقي يا حصة في الدوام. في الدوام كم سنة هو ياكل؟ زمان ما عد سنين. والله نقول بعد يعرفون السن. الله يحفظك يبارك فيك. محمد يتحراني ما صورت فيديو. اقول له اللي ما عرفه كل هالسنين عرفوه. اي نعم. بعد هاي سالفه هو يعرفها. ايه سر 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 سر. الله يسلمك. هذا الخالد تونا مودرنا كان في المطار بتبا باكر. الله اكبر. وانت راقد في المطار من اسبوعين؟ هاي من اسبوعين انا جاي من باكر. ما قد سهر باكو. سرت وييت 10 ايام الحين من ينام باكو. وانا حمدت من 10 ايام جالس الا في المطار ضيع الجواز. الله يحفظك يبارك فيك. يحفظك ما تقدر عليه. السلام عليكم شباب. السلام مرحبا. مرحبا خالد. بارك الله فيك. تعرف هذا؟ مرحبا حيا الله شباب. هذا يقول اسمه مهدي ما ادري شو قال. هذا اسمه برصيان. السلام عليكم يا حبيبي. الله يسلمك. القنيص شو اخبارك؟ هذا حشر القنص. طيور وبر وبحر وجو جو جو. اي نعم. وحبر الليل. شوف هذا تبع كله سبع صنايع. هذا انا استغربت مره في اذربيجان مره ما ادري وين مره نيويورك. لا نيويورك الاسبوع الجاي طوكيو. يلا بين امس فروع قال واليوم جنه منحاسر. اليوم جديد
والله مشكلة. أنا سويت أزمة، كل الخيايط في الدولة مسكرين. لا والله. إيه وأنت السبب، عزمت الخيايط اللي في الدنيا كلها، ما تم خياطة في الدنيا ليا. يعني كيف تجي البارحة؟ عطلت الخيايط في مصر شيء عندهم، عطلت الحلاقين، وأنت الباحة سويت بدعة اللي هي إجازة الخيايط، وأنت السبب. والله غلوم. السبب الثاني. غلوم ترى سبب والله. السبب الرئيسي ما شيء ولا خياط أمس فاتح يوم عز قوم عبد الله حسين هو السبب. براشد. هي نعم. براشد. أنت. البراشد. هي نعم. براشد السبب. براشد السبب. يا حبيبي. وقف ولا خياط البارحة الموجود كلهم في العرس. وكله هي كلهم موجودين في العرس. موجودين في العرس. بس اليوم لا مفتوح المحل. اليوم مفتوح المحل. اليوم مفتوح. يا ركال. أهلا وسهلا تعالوا يلا. يلا صور أربعة ها صواتكم ها واحد اثنين ها جرنين وداس مش حبيبي. يا تابعك كل ليلة ترى كل ليلة. جزاك الله خير. شو هالعرب؟ حد من الكوع، حد من مديسيس، حد من روس ليبال، من خصب، من اليادي، من كل بقعة. العين بكبرها من تبه، أبو ظبي، ودبي، والفجيرة، وعيمان، والشارج، وراس الخيمة. كل هالدولة، وأم القيوين، ما حتم مايا. شو السبب؟ صدقان بيه العرب كلهم. كلهم أهلية. ما أحد يقول أبوي هذا غير عن الثاني، ولا هذا فيه ميزه، ولا شيء يميزه، ولا شيء يخلفه عن الثاني، لا. فلذلك تلقط ما شاء الله التواصل مستمر. مرحبا ابو مبارك، والله مليون مرحبا. مرحبا بشيخ الصلاهنا. مرحبا مرحبا. هم يصلي عاده. بتوبل سلم على اخوك كلهم. ما فيك عنبو، ما فيك حيله عنبو. لو وراك السلام 10 ربيات بتقدم مليونين. عرفت الرجال شحالك مبارك؟ كيف انت؟ شلومك؟ والله مليون مرحبا وسهلا. مبارك. هاي ابن ما حول العرس هذا، ابو ربيع عرس، عرس من سنين. ما حول العرس. تعال ياي. روح متى العرس؟ سنة ان شاء الله. ان شاء الله. الله ييسر الامور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله على طولة عمرك. هذا الحين مثلا العرس هذا من الاعراس اللي إذا إنه حد يسكر عليهم البليوت هذاك، الشبت هذاك يتسكر، وين الرزيف هذا يتسكر، ويتمون يومين هني. تنزل أسهم بورصة الإمارات مليارات المليارات. شو السبب؟ الكمبانية بوي كلهم موجودين هني. الكمبانية كلهم هذا مال البورصة، اللي يرفعون البورصة وينزلونها كلهم موجودين. فلذلك أبوي ما بتم بيزة في شنتي البورصة، لو بس حد تي بصره ويسكر البيبا. يوم مرحبا وسهلا. ايش حالك؟ كيف انت؟ ايش حالك الله يخليك؟ كيف انت؟ ايش حالك؟ بارك الله فيك. ايش حالك؟ الله يسلمك. بارك فيك وخليك ان شاء الله. ما شاء الله على هالجميرة. الله يحفظهم. Thank you.
طيب الهاملي وصل ما شاء الله حالك. شو رايك بالترتيب؟ الله يطول بعمرك. ترتيبهم فنان. الحمد لله. ترتيبهم فنان. وابو محمد اتيب. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يطول بعمرك. بارك لكم ان شاء الله. قال جواد فوري واحد من تجار دبي جاي يسلم للشباب. مرحبا جزاك الله خير. قلت انا توني قلت ابوي لو حد يسكر البوابه مالت هذا باكر السوق الاسهم بينزل. ترتيبهم في منتهى الروعة. مرحبا مرحبا. ترتيب في منتهى الروعة. أول بادي أنت شو اسمك؟ أحمد. لا لازم الاسم كامل. أحمد محمد إبراهيم. والله والنب شهاد حبيبي. أي صف أحمد؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وهالرجال ابنه والله عليك اللي قدامنا. والله ونعم.
ولا دور له على عروس بندوبك تو وحده قرعه ياك ياك هجوم هجوم ما خلوا عنك شيء قال ابو يوم هو هذا يبين عليه بخيل بخيل ابوي ما بهاين عليه الداتا فلذلك حينهم قالوا هذا حين يوم هو ما يبي يطالع الداتا ليش ابوي طالعك انا طالع ما طالع انا مو بخيل الحمد لله اي شيء انت قلت انت وايد تتكلم لا انت الداتا انت تسالف الداتا انزين انا قلت لا ما بس لانك ما شاء الله يعني الشغله تاخذها مثلا في كذا سناب زين وماشي 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 ماشي اخير الناس جيت تبي تعيش الناس ما تبي تعيش تدور الحدث جنى على نفسه اي والله حلو يبي يعدل الصوره الامسيه سوالفك ما شاء الله يعني هذا عندك ما شاء الله هذاك يوم طالع كان عندك مثلا لا 381,000 الله اكبر ما شاء الله الله يزيدهم الله يزيدهم الله يحفظك يبارك فيك تحياتي واشواقي لا الحين يبوي يصور وياي في سناب ولا سنابي سنابك انت انت بكبرك يا ابوك انت الواحد يبي يصور وياك تعال يا شو اسمك انت انا الله تصير وانت شو اسمك ابوي ها عيالك ابوي بالماء ها تعال انت ايه بيريك سلام عليك حليل بس ليه السلام عليك مرحبا كيف حالك كيف انت صد تعال ياي تعال شو الاخبار شو رايك في العرس والله عليك درجه اولى اي والله ترتيب فنان لفت للنظر من جيت وانا اصيح والله العظيم من جيت وانا اصيح بهالعرس رقم واحد الله يبارك لهم الحمد لله اليوم الثاني على التوالي من عقب عرس ما اتعايز من عقب عرس ما اتعايز أوصل البيت أبوي وصل للعش وعيب من الله خير وسير النادي اليوم شوية تأخرت تقريبا نص ساعة أمس وصلت 9 اليوم تأخرت نص ساعة إن شاء الله أني بيواحيلي أخلص ساعة ساعة وربع إن شاء الله اللي بخلص سوي مال هوي 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 وإن شاء الله اللي طيبة وباكر شيء أخبار وعلوم باكر شيء سيارات دبي غدا في مكان والعشاء في مكان والتمشية في مكان أمور باكر أكيد وزينات زينات نعمة يبقى الحمد والشكر أخر عني حرايب بتفرج إلى الكلب العيد في مصر له فرحة غريبة سبحانك يا رب يفرحون بفرح ترى فرحنا نحن الأول يوم كنا يا هالو هذا فندق سميرة غرفة فاضية في الفنادق بي كلها أبوي البلاد فل لين عينها بزمها وراها شوف خلق اللهم خلق ذاك وين سمير أميس طفنا أبوي من الكبري ها شوف شوف الخلوق شوف الخلوق خلق اللهم خلق شوفها هذا من المشاريع الجديدة على الكرنيش شوف يسوون جلساته كلها راقي ونظيف ورقم واحد ونظيف المكان يبيع ويشتري في الأول بيكو 600 ودية يقول لك ما اختلف فيها شيء مصر والله نظفت 100 ودية أنظف عن الأول وأخيار والناس شكتب الله عليكم حذرهم هاي يسوي هالسواية كلها من عقب هاي الركضة لا مجيل ولا همك الله ولا هم يحزنون جيت لك الحمد لله شيء تعب ما بالتعب هو المرة المكلف لك الحمد لله باشر خميس ولا عندينا الشهر الصبح بديها ابوي رقاد بخت اللي ختله لين الضحى العالي وان شاء الله ان غداي باكر في دبي غداي باكر في دبي وبصور لكم المكان اللي بكون فيه هذا اولا وثانيا مساي بعد في دبي وبصور لكم المكان اللي انا فيه بيكون ند الشبه ند الشبه عرس قبل خديه انزين وعقب المغرب اتوقع اني بسير سيتي ووك 90% اني بسير سيتي ووك ان شاء الله وبتمشى وان شاء الله بضوي ابو ظبي هذا الله يحفظكم برنامج يوم الخميس يوم الجمعه بعد نفس الشيء عندي شغل في دبي يوم الجمعه بعد عندي شغل في دبي الساعه بتصلي ابو ظبي وبتغدى
وبقيل، اقول له ما بقيل اظل، لان الساعه 4:30 موعدي في دبي، شغل وايد زين ومهم لكل اسره ولكل بيت ولكل فرد ومهم لجميع افراد المجتمع. شيء بادره طيبه حكومه دبي الرشيده على الله يحفظهم، مسوين مشروع وايد حلو زين نافع امه لا اله الا الله، وشيء وايد زين ونافع امم. وهذا كله ان شاء الله بتدرون بيوم الجمعه، بتدرون عن يوم الجمعه العصر العود قبل المغرب، وبيكون مساء يوم الجمعه في دبي مول، بتمشى في دبي مول ان شاء الله يوم الجمعه.